مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. ها هو اللقاء يتجدد معكم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، فأهلا ومرحبا بكم، ابقوا معنا. تشاهدون في هذه الحلقة إجراءات حكومية لضمان استقرار المشتقات النفطية في السوق المحلي، معهد جميل غانم، إرشيف الفن والموسيقى، مركز للدعم النفسي هو الأول من نوعه في عدن. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا، جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم الأحداث والأخبار والفعاليات التي حصلت خلال الأسبوع، ابقوا معنا. ناقش اجتماع موسع لمدراء صناديق النظافة والتحسين بالمحافظات المحررة مشروع قرار برفع رسوم النظافة والتحسين وتعديل قانون النظافة رقم 20 للعام 1999. مشروع التعديلات تضمن أيضا نقل مرتبات جميع موظفي وعمال صناديق النظافة إلى الباب الأول للموازنة العامة للدولة، وإعداد هيكل تنظيمي ومجلس تنسيقي موحد لصناديق النظافة والتحسين في المحافظات المحررة. دشن في العاصمة المؤقتة عدن المرحلة السابعة من عملية صرف المساعدات النقدية الطارئة المقدمة من البنك الدولي لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية، ويستفيد أكثر من 41 ألف حالة في كافة المديريات من المساعدة النقدية المقدرة بأكثر من 141 مليون ريال. اختتم في العاصمة المؤقتة عدن أعمال الدورة التدريبية الأولى لموظفي الهيئة العامة للطيران المدني ومطار عدن الدولي. الدورة وعلى مدى 5 أيام هدفت إلى إكساب موظفي الطيران المدني المزيد من المهارات في العمل الإداري وكتابة التقارير والرسائل الإدارية. المشتقات النفطية شهدت انخفاضاً في الأسعار غير مسبوق، فما هي الأسباب وراء ذلك؟ وهل ثمة حلول تلوح في الأفق القريب لانقطاعاتها المستمرة؟ رغم التحسن الملحوظ في توفر المشتقات النفطية وشبه الاستقرار لأسعارها في عدن والمناطق المحررة، إلا أن هواجس القلق ومخاوف الأزمة لا تغادر تفكير المواطن المثقل بمعيشة قاسية وظروف صعبة. لما الإنسان يتوفر الغاز، يتوفر البترول، يتوفر الديزل، المزارع يقدر يزرع، يقدر ينتج، لكن لما ينعدم الحاجات هذه تتعطل الحياة كلها. حالياً شركة النفط ما قصرت بالمشتقات النفطية، ونعمل بعمل يعني جيد. مؤخراً شهدت عدن تأزماً في المشتقات النفطية، لكن سرعان ما احتوت شركة النفط الموقف وضخت كمية محدودة من مادتي البنزين والديزل مع خفض سعريهما بفارق بسيط. المفروض البترول ينزل زي ما كان أول، يعني كان سعره 1500 ريال 2000، لا حد هكذا تمام، لا، لكن دحين 6000 6000. المواطن كم بيشقي، يعني كم بيطلع، كم الديك، كم مرقه، ما فيش دخل، الدخل قل جدا. سعر الديزل كان اول مرتفع الى 8، حاليا 67 ريال، والبترول كان 7 و800، حاليا 6440 ريال. سوق المشتقات النفطية في عدن والمناطق المحررة محاط بالكثير من الغموض وعلامات الاستفهام، وتدور الكثير من الشكوك حول جدية ومقدرة الحكومة في تنظيم هذا السوق وتحريره من هيمنة مافيا النفط. غياب الدولة الآن اتخذوها فرصة هوامير الفساد حتى يتلاعبون بالأسعار على المواطن، ونحن اليوم جئنا نبلغ رسالة للجهات المعنية بأنهم يوقفوا هذا الفساد، وإن لم يستطيعوا يوقفوا الفساد فنحن قادرين أن نقف هذا الفساد بأيدينا. التوجه الحكومي لإنهاء احتكار استيراد المشتقات النفطية خطوة جريئة كما يصفها مراقبون، غير أنها لا تبدو كافية لإيقاف تدهور الاقتصاد واستعادة الموارد المهدرة وانفراج الأزمات.
نرحب بالأستاذة انتصار عبد الله العراشة، مدير عام شركة النفط في اليمنية فرع عدن. أهلا ومرحبا بك أستاذة انتصار معنا. بداية، كيف تقيمين أداء شركة النفط في الأعوام القليلة الماضية إلى يومنا الحالي؟ في خلال السنوات الماضية واجهت العديد من العثرات أمامها، طبعا الظروف الناتجة لحرب 2015، طبعا نقص المواد المشتقات النفطية، كان هناك في تذبذب بالنسبة للأسعار العالمية للنفط، إضافة إلى عدم ثبات سعر صرف الدولار. بالتالي كل هذه العوامل هي أثرت على مسألة توفير المشتقات النفطية في السوق. لكن هناك يمكن في خلال فترات معينة دخلت بعض المواد، وإنما واجهت الشركة مشكلة في عدم عمل الأجهزة الحكومية الأخرى التي تكمل عملها في هذا النشاط. تعثر البنك المركزي من أداء عمله أدى إلى تعثر شركة النفط بالنسبة لشراء المواد وتوفيرها. لكن يمكن خلال العامين الماضيين حاولنا إيجاد بعض الحلول التي تمكن الشركة من استعادة مكانتها. بالتالي قمنا بشراء مواد يمكن بطريقة الآجل، مش بالآلية السابقة التي كانت تتبع الشركة في توفير المواد للسوق، عملية شراء بالآجل ومن ثم السداد للكميات. هذه العملية جاءت مفيدة للشركة، بحيث أنها تدريجياً حاولت على عملية توفير المواد للمواطن بشكل وحصوله بشكل سهل يعني، واستقرار نسبي للسوق المحلية. مؤخراً طبعاً نحن نقول اليوم أو في خلال هذا العام وصلنا إلى مرحلة أفضل بكثير، طبعاً من خلال عودة البنك المركزي للعمل ساعد نحن بشكل كبير في مسألة توريد إيرادات النفطية للبنك، توفير العملة الصعبة عبر البنك المركزي، تحويلها للمورد. هذه الآلية التي هي كان متبعها من السابق في عمل الشركة والنشاط الشركة في السوق أعيدت تدريجيا، والحمد لله نحن نقول اليوم يعني السوق المحلية مستقر أحسن من الأول، وهذا ما يلمسه المواطن. شهدت السوق المحلية شحة في المشتقات النفطية وارتفاع في أسعارها، وبعد ذلك توفر في هذه المشتقات وانخفاض في السعر. ما الأسباب وراء هذا أستاذ انتصار؟ طبعا هو المواطن الآن بشكل مباشر يعني يلمس عملية الارتفاع والنقصان للمواد في أسعار المواد النفطية. هذا طبعا له عوامل، في السابق كانت الدولة تتدخل في عملية السعر للبيع للمواطن بالدعم، لكن في مارس 2018 رفع الدعم الحكومي عن أسعار المشتقات النفطية نهائيا، فبالتالي أصبح ارتفاع ونقصان الأسعار العالمية للمشتقات النفطية مؤثر مباشرة على سعر البيع للمواطن. في حالة الارتفاع نحن نضطر هنا في شركة النفط أن نرفع السعر، لأنه تلقائيا السعر العالمي بشراء المادة يرتفع، فبالتالي هنا المواطن يحس بالزيادة، إضافة إلى تذبذب السعر العملة الصعبة، الدولار في زيادة ونقصان. يعني عملية الشراء أو تحويل العملة عبر البنك المركزي لم يكن في ثبات للسعر، البنك المركزي يمشي في عملية المصارفة وفقا لأسعار السوق، فبالتالي هنا على طول نحن المواطن نحس أنه يلمس عملية التغيير في الأسعار مباشرة. طبعا في الفترة السابقة كان هناك في ارتفاع عالمي لأسعار المشتقات النفطية، وبالتالي عكس نفسه على عملية البيع، وارتفاع سعر صرف الدولار كمان في ارتفاع متزايد. لكن مؤخرا نحن تقريبا لنا من 8 مارس نزلنا سعر المشتقات، ويمكن في الفترات السابقة نزلنا ورجعنا رفعنا، الآن السعر منخفض في السوق العالمية، وبالتالي كان الانخفاض الأخير كان شبه ملموس وكبير، لأن الفارق كان يعادل 1000 ريال تقريبا في سعر الدب البنزين. في رأيك أستاذ انتصار، هل ستشهد العاصمة المؤقتة عدن اختفاء أو شحة للمشتقات النفطية في الأيام القليلة القادمة؟ لا، نحن شوفي موضوع الاختفاء هذا ما اعتقدش ان احنا بنوصل الى عملية، حتى في الفترة السابقة القليلة يعني الذي يمكن اشرتي الى انه في اختفاء، هو مش عملية اختفاء، هو المواد كانت موجودة بس هي عملية
الشراء للمادة، فكان في تأني في بيل لأنه عملية الارتفاع الكبير الذي كانت تجي في المشتقات النفطية ما نحاولش نحن نتسرع نشتري إلا لما نحاول نحن نحصل على عروض أسعار وبسعر أقل بحيث أن نحن نوصل للمواطن المادة بسعر مناسب له. فهنا أحيانا تكون في تأخير من يومين ثلاثة أيام تحصل شحة في توفير المادة في السوق، إنما إن شاء الله يعني نحن نقول خلال الفترات القادمة ما يكونش هناك في أي يعني انحصار للمادة في السوق، إن شاء الله تتوفر بشكل أفضل. هل لديكم في شركة النفط أي آلية لضبط الأسعار، أسعار المشتقات النفطية في عدن؟ نحن شوفي في محافظة عدن تقريبا دائما ما نحرص أن تكون هناك سعر واحد، سواء في محطات الشركة اللي هي الحكومية ومحطات الوكلاء اللي هو تبع القطاع الخاص، ملزمين للكافة بالالتزام بسعر واحد، ما نحاولش نحن نوجد سعرين أسوة بما يتم في بعض المحافظات مثلا حضرموت، هناك السعر الموجود هو سعرين يعني، وشركة النفط هي مشرفة على هذا الجانب بحيث أنه تدخل كميات للتجار تأخذ جزء منه لحساب المحطات الحكومية تباع بسعر رسمي، وكمية أخرى تدخل تجاري تباع عبر القطاع الخاص، فبالتالي السوق هناك في حضرموت موجود سعرين لديهم. بينما في عدن نحن دائما يعني أيوة متابعين أن تكون هناك سعر واحد يلزم محطات الوكلاء إضافة إلى محطات الحكومية. هل هناك قرار لكسر الاحتكار، احتكار المشتقات النفطية، وكيف تقيمين هذا القرار؟ هو أنه مسألة أنه كسر الاحتكار طبعا هذا بما يفيد العمل في هذا الجانب، لأنه طبعاً وجود بيكون هناك في تنافس لإيجاد أسعار وأقل الأسعار من حصول الشركة على أسعار أقل، وجود أكثر من مورد للمشتقات النفطية اللي هو لمصلحة المواطن بالأخير. ماذا طبيعة العلاقة بينكم وبين مصافي عدن؟ هل تم تحديد المهام فيما بينكم؟ شركة النفط طبعاً وشركة مصافي عدن إنشاؤهم جاءوا بقوانين، قانون إنشاء لشركة النفط اليمنية وقانون لإنشاء شركة مصافي عدن، وكل قانون يحدد مهام كل شركة، فبالتالي هناك مهام منفصلة، يعني مهام مصافي عدن محددة في عملية الاستيراد والتكرير، مهام شركة النفط هي محددة بعملية التسويق للمشتقات النفطية، فبالتالي كان هناك في بعض التداخل في فترة معينة، ولكن حسمت هذه، وجدت هناك اجتماعات ومحاضر بين الشركتين بترعاها وزارة النفط، باعتبار أنه شركة مصافي عدن وشركة النفط هي أحدى المؤسسات التابعة لوزارة النفط، ووقعت محاضر بعملية أنه إداء مهام كل شركة على حدة، وبالتالي الحمد لله يعني تجاوزنا هذا الموضوع حتى لا يتم هناك تداخل بيننا في عملية التسويق وغيره. هل لديكم خطة للنهوض بشركة النفط؟ طبعاً نحن دائماً ما نرسم في بداية كل عام خطة للعام الجديد، وبالطبيعي أن تكون هناك في خطط مستقبلية وخطط تعيد نشاط الشركة بشكل أفضل وتعيد ما فقدته الشركة خلال السنوات السابقة، إضافة إلى عملية التخزين بالنسبة للمشتقات النفطية. الآن السوق انفتح ووجدوا عدد كبير من التجار، وبالتالي لابد أن تكون شركة النفط قادرة على استيعاب كل الأعمال التجارية اللي موجودة في عدن، فهناك طبيعي هناك أهداف بتوسيع السعة الخزنية بدرجة أساسية لشركة النفط حتى تستوعب كل الكميات الواردة إلى منشآتنا في بريقة. على الرغم من وجود الخطط والاستراتيجيات، ولكن بالتأكيد بأن لديكم أو تقف أمامكم العديد من الصعوبات والعراقيل، حدثينا عن بعض هذه الصعوبات. طبعاً هناك هي محصورة بدرجة أساسية، يعني أهم الصعوبات التي تواجه الشركة هو عملية توفير السيولة بالنسبة لتنفيذ المشاريع. طبعاً شركة النفط لديها رصيد بما يتجاوز 15 مليار موجود في البنك الأهلي من عام 2015 وما قبل، ولكن إلى اليوم يعني هذا الرصيد مجمد، لم يتم فتح هذا الرصيد باعتبار هناك إشكاليات واردة في البنك ولم يستطيع توفير السيولة للشركة.
وهذا مما دفع الشركة في الأخير حتى لعملية الشراء بالآجل، ولا يعني عدم قدرتها بشراء المواد بشكل مباشر. طبعا مسألة تنفيذ المشاريع لابد من توفير مبالغ لتغطية نفقاته، هذه إضافة للعملة الصعبة التي لم تتوفر. يعني البنك المركزي يعني هناك في توفير للعملة الصعبة فيما يتعلق في عملية الشراء للمواد وبشكل مبرمج، يعني مش بسهولة، ولكن نحن نسعى إن شاء الله إلى تجاوز هذه الأمور والتنسيق مع الجهات المعنية في حلها. ماذا عن تصدير النفط والمشتقات النفطية؟ موضوع التصدير طبعاً هذا لا تعنى به شركة النفط، وفي هناك هيئات خاصة في عملية تصدير النفط إلى الخارج. طبعاً هذه الهيئات هي تعمل ضمن وزارة النفط، وبالتالي فهو خارج اختصاص الشركة. حدثتينا أستاذ انتصار بأن ثمت الخطط للنهوض بشركة النفط، حدثينا بتفصيل أكبر عن هذه عن بعض هذه الخطط. بالنسبة لخطط تطوير الشركة، طبعاً نحن بدأنا في عملية إعادة بناء العديد من المرافق الخاصة بالشركة التي دمرت في فترة الحرب. تجاوزنا يمكن 50% منها، معنا بعض المحطات التي موجودة على مستوى مديريات محافظة عدن التي فقدت أو ضربت في فترة الحرب، سوف تعلن عنا مناقصات لإعادة بنائها خلال هذا الشهر. معنا محطة 14 أكتوبر في خور مكسر، ومعنا بعض المحطات الأخرى زي محطة بلقيس، إضافة إلى أن هناك في مشروع لبناء خزانين لإعادة توسيع السعة الخزنية للشركة. معنا مشروع لإعادة تشغيل منشآت حجيف. كل تلك المشاريع طبعاً مبرمجة في إطار خطة معينة حتى وفق كمان الإمكانيات المالية التي تتوفر مع الشركة. هذه كلها إن شاء الله نحن في نسعى إلى تنفيذها تدريجياً، ما تحقق يعني إن شاء الله إيرادات للشركة بشكل أقوى واستعادة نشاطها بشكل أكمل على مستوى المحافظات. يحدث أحياناً تضارب في الأسعار في حالة شحة وجود المشتقات النفطية بشكل عام في عدن، حيث يستغل البعض مالكي المحطات الخاصة الوضع ويرفعون الأسعار، هل هذا الأمر قانوني؟ لا طبعاً هو إجراء غير قانوني، إنما ظروف الواقع الحالي في دخول بعض الشركات التجارية التي تعمل في توريد المشتقات النفطية، أحياناً تعثر شركات النفط في بعض الأوقات تدخل هذه الشركات بإنزال الكميات في محطات الخاصة، وبالتالي هناك تقوم بالبيع بأسعار لا تتناسب أو لا تتساوى مع أسعار الشركة أو الأسعار الحكومية. طبعاً هذا الأمور نحن نحاول أن نحن نتجاوزه في أكثر الأوقات، بحيث أنه لا نفتح المجال لوجود أسعار أخرى غير الأسعار المعلن عنها رسمياً، ولكن هي تظهر نادرة تظهر وبشكل مؤقت وبسيط، لكن نحن إن شاء الله نقول خلال الفترة القادمة نضع هناك آلية يعني ندرسها وفي إطار التطبيق بعدم وجود أي أسعار أخرى والثبات على الأسعار المعلن عنها فقط، توحيد عملية البيع من جهة واحدة. هناك اجتماع إن شاء الله الأسبوع القادم مع بعض التجار اللي موجودين هنا عشان نتفق على آلية عمل واحدة ما بيننا وما بينهم. في حالة تم تصدير المشتقات النفطية، كيف سوف يعود هذا الأمر على شركة النفط؟ طبعاً عملية التصدير ولو بدأت عمل المحطة الكهربائية في مصافي عدن للعمل وإعادة عملية التكرير ووجود من الخام المحلي، هذا طبعاً بيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط باعتبار هناك المواد بتكون متوفرة لنا من محلياً، وهذا بالأخير هو لمصلحة المواطن ومصلحة وجود العملة الصعبة، يعني أمور كثيرة بتكون لمصلحة البلاد نفسها. ما هي العلاقة التي تربط بين شركة النفط ومؤسسة الكهرباء؟ شركة النفط جانب الكهرباء هي وسيط فقط، وسيط لاستلام الكميات. الآن هي كانت في لجنة مشكلة من قبل رئيس الوزراء في بالنسبة لمناقصات الخاصة بالكهرباء،
وعملت اللجنة وعملت الآلية وإجراءات المناقصة وتمت المناقصة وتم توريد قد جزء من المناقصة للشهر الأول. طبعا المناقصة تمت لثلاثة أشهر، وحاليا أول كمية تم استلامها قبل أسبوع أو عشر أيام كذا، وإن شاء الله أنها تمشي الآلية التي تم وضعها من قبل اللجنة باستمرار، بحيث أنه ضمان توفير المشتقات النفطية. طبعا هذه الآلية ترتبط بدرجة أساسية لعملية الدفع لقيمة المواد، متى ما تم هناك دفع مستمر ومنتظم للموردين بتستمر وجود المشتقات النفطية في للكهرباء. كلمة أخيرة تودون قولها من خلال هذا اللقاء؟ نحن ما نحب أن نؤكد دائما للمواطن بأنه ثقته في شركة النفط إن شاء الله لن تخيب. نحن نعمل في إطار الشركة كفريق واحد في مسألة توفير المشتقات النفطية بشكل يومي، عدم الانقطاع، الوصول بأسعار مناسبة. مسألة التذبذب في الأسعار هذه ليس لشركة النفط فيها علاقة، دائما ما تخضع لعوامل خارجية ومفروضة عليها، لكن إن شاء الله هو نكون عنده حسن ظن المواطن في إن نحن نكون أسعارنا مناسبة، متوفرين المواد على مستوى النطاق الجغرافي الذي تشرف عليه شركة النفط اللي هي محافظة عدن ولاحق وأبين والضالع، ودائما إن شاء الله نكون موجودين في السوق و مسيطرين على العمل في هذا المجال. ختاما الأستاذة انتصار عبدالله العراشة، مدير عام شركة النفط اليمنية فرع عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. هو صرح فني عريق تجاوز آثار الحرب وتحديات الواقع. معهد جميل غانم للفنون، حكايتنا لهذه الحلقة. من جديد تشق عدن طريقها من بوابة الفن كما بدأتها قبل نصف قرن في معهد الفنون الجميلة. في كريتر عدن لا تزال تصدح أصوات الفن من منارة صرحها العريق متجاوزة آثار الحرب وتحديات الواقع. تظهر أحلام العشرات من هواة الفن والموسيقى بعد أن غيبتها سنوات من العنف والفوضى. تمت إصرار وآمال تحدو طلاب المعهد في إتقان الموسيقى واتخاذها لغة سلام تعلو فوق أصوات الحروب التي تدمر حاضر اليمن وتهدد مستقبله. تعود مرحلة تأسيس معهد جميل غانم إلى سبعينيات القرن الماضي كأول معهد فني من نوعه في عدن واليمن عموماً. كان الهدف من إنشاء المعهد محو أمية الموسيقيين الموهوبين العازفين وفق حاسة السمع دون معرفة مقامات العزف وقواعد الموسيقى وتمايزاتها. ما شهده المعهد من مراحل عصيبة منذ تسعينيات القرن الماضي انتهت بتوقف نشاطه في العام 2015 أثناء الاجتياح الحوثي لمدينة عدن، إلا أنه عاد مؤخرا ليشهد ازدهارا من جديد
بعد أن هجره طلابه وغادرت كوادره مسارح الفن الجميل. في أيلول سبتمبر 2018 أعيد افتتاح معهد جميل غانم بوضع جديد بموجب اتفاقية تعاون رسمية بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، قضت بإعادة تأهيل المعهد واعتماده ثانوية فنية تتيح للطلاب الالتحاق بها بعد الصف التاسع، وتمنحهم شهادة تخصصية ثانوية معتمدة رسميا. خطوة يعني جيدة من قبل وزير الثقافة مروان دماغ بالاتفاق مع وزير التربية الأملس على أساس اعتماد شهادات الطلاب المتخرجين من المعهد ويتاحت لهم الفرصة للدراسات العليا، فهذا حلم كان من سنين مضت، كان يكمل الطالب ويضيع في المعارض الخاصة في يعني في كل شغل خاص، لكن الآن الطالب المجتهد حس بالأمان إنه بيروح عاده بيطور من نفسه. شيء يعني مسألة اهتمام الدولة، الآن بدأ وزير الثقافة خطوة كانت ضايعة من سنين عنا، إنه الطالب الممتاز بيلاقي له منحة، بيطور من حياته، بيعود بيساعد الحركة الثقافية في البلد وبيطور من نفسه كشخصه. يعني مذكرة التفاهم مع أكاديمية الفنون في مصر فتحت هي الأخرى آفاقاً أكاديمية نوعية أمام منتسبي المعهد من المتفوقين لابتعاثهم لمواصلة الدراسة خارج الوطن. سيبقى معهد جميل غانم للفنون الجميلة موطن القوافي ومنبع الألحان وباعثا للآمال الخائضة صراع الحياة برونق ساحر يتخطى مرارة العيش وقسوة الحياة. كثيراً ما تنبثق الصحة الجسدية والعقلية من الصحة النفسية، وهذا ما يؤمن به محمد الإيطالي المتخصص في مجال الصحة النفسية، وجه المدينة لهذه الحلقة. منذ تخرجه من الجامعة حمل الشاب محمد إسماعيل عبد الله على عاتقه مهمة التوعية بالصحة النفسية، وكرس كل جهده ومهاراته في سبيل هذا الهدف الذي بات بالنسبة له مشروع حياة. المرحلة الانتقالية بحياتي هي آخر سنة في الثانوية العامة لما بدأنا ندرس مادة علم النفس، ومن هذا المنطلق أنا حابب أنه ياريت تدرس علم النفس من سنوات بدري ليس فقط في ثالث ثانوي، ولكن كنت حابب هذا المجال ورحت وسجلت كرغبة أولى ورغبة ثانية بعلم النفس، وكنت حاسس أنه بجد نفسي بهذا المجال، وفعلا درست في كلية الآداب جامعة عدن وأخذت البكالوريوس ورجعت مرة ثانية كمان لهذه الكلية ودرست فيها ما يقارب 3 سنوات في قسم الفنون الجميلة. درست علاقة الفنان بالألوان من ناحية النفسية وتذوق الفني وكثير من الأشياء المرتبطة بعلم النفس. يدرك محمد أهمية الصحة النفسية والحاجة الماسة لها في ظل الظروف الصعبة للأفراد والحياة غير المستقرة للمجتمعات، فعمل على إنشاء مركز للدعم النفسي يعد الأول من نوعه في هذا المجال، آملاً أن يتمكن من خلاله الوصول بالفرد والمجتمع إلى حالة الانسجام والتوافق النفسي والاجتماعي.
المركز كان حقيقة هو حلم منذ أكثر من 10 سنوات من تخصصي بالمجال النفسي، لأنه كنت أحس أنه في قصور بهذا المجال. حقيقة كان كمان الدراما العربية ساهمت بتشويش الصورة لدى الأخصائي النفسي ولدى المرض النفسي. دائما يطلع في التلفزيون أو في الأفلام إنه الأخصائي النفسي هو من نفسه شخص مضطرب، وهذا حقيقة ليس موجودة إلا ممكن في الدراما، وفي بعض الحالات قد تكون موجودة، لكن إجمالا الأخصائي النفسي هو شخص سوي، والمرض النفسي هو مرض مثل الأمراض العضوية، يجب أن نتعامل معها مثل ما نتعامل مع الأمراض العضوية. ولكن كنا نفتقر إلى وجود مراكز تحمل الجانب الترفيهي والتوعوي، وتحمل كمان الجانب العلاجي، يعني نوجد عيادات فقط. فكرت بهذه الفكرة منذ 10 سنوات، وهي كانت بمخيلتي، يعني أنه بعمل هذا المركز. وبعد ما تخرجت واشتغلت في أكثر من منظمة دولية، بدأت الفكرة تكبر وتكبر، لين هذا العام انتهزت الفرصة في 10 أكتوبر، وهو يصادف اليوم العالمي للصحة النفسية. العالم كله يتوقف عند هذا التاريخ احتفالاً باليوم العالمي للصحة النفسية وأهمية الصحة النفسية، ما عدا بلدنا للأسف. قبل افتتاح المركز كان قد أطلق مبادرة للدعم النفسي، نفذ من خلالها الكثير من حملات التوعية وبرامج التدريب بهدف تعزيز الصحة النفسية والتعريف بأسبابها ومخاطرها. أنشأت مبادرة كانت اسمها مبادرة أكسجين حياتك منذ سنوات طويلة، وكانت تعمل على إقامة الدعم النفسي للأشخاص وتقديم لهم الإسعافات النفسية الأولية عن طريق التوعية وعن طريق تدريبات وعن طريق كمان صفحة بالفيسبوك خصصته للأشخاص الذين ليس لديهم قاموس لغوي كبير. كثير من الناس عندهم معاناة بس ما عندهش قاموس لغوي للتعبير عن هذه المعاناة، لكن مستعد إنه يكتب ويفضفض عن طريق الكتابة. فخصصت شيء لهم عن طريق الكتابة، عن طريق صفحة بالفيسبوك تساعدهم، وكذلك الأشخاص اللي حابين إنه يدخلوا عن طريق العام، يعني ممكن يلاقي أكثر من حل مني ومن غيري من الناس المطلعين، برضو بأسماء وهمية. ما كانش عندي مشكلة يكون باسمه الحقيقي أو باسمه الوهمي بقدر ما أنا أقدر أساعده. لا تكتمل صحة الإنسان ما لم يكن معافا نفسيا، هذا ما يردده دائما الأخصائي محمد إسماعيل، ناصحا الجميع بالحفاظ على مستوى عال من الصحة النفسية وتجنب أنماط الحياة غير الصحية للتمتع بجسم سليم وحياة مستقرة. كثير اليوم من الأمراض اللي ما لهاش يمكن تفسيرات عضوية هي تكون لها تفسيرات نفسية، وتسمى بالأمراض السيكوسوماتية، هذا المسمى العلمي الذي يحمل المنشئ النفسي الجسدي. نرى كثير من الشباب عندهم قرحة في المعدة أو التهاب في القولون أو تساقط في الشعر أو مشاكل في الإخراج أو الضغط والسكري، وكذلك اضطرابات الهرمونات لدى النساء، وهي كلها المنبع يكون منبع نفسي، والمنشئ هو منشئ عضوي أو الشكل يأخذ الشكل العضوي، لكن المنشئ هو نفسي حقيقة نتيجة الأحداث يعني الصايرة. يعني ممكن شخص صوت الرصاص يأثر فيه، ممكن صوت الإسعاف يأثر فيه، ممكن رسالة في جواله، ممكن ضغوطات العمل، ممكن مشاكل أسرية، ممكن فقدان الأحبة، ممكن الأخبار. فكثير هي الأشياء اللي ممكن تأتي للشخص وتصيبه باكتئاب نفسي. مشاهدينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، في أمان الله.